هذول الناس اللي اعطتهم الام ثقتها وكانت تعتبرهم مسلمين، ولما قاموا لما قامت ثورة 1979 كل العالم الاسلامي ايدها الا ما قل وما ندر، ايدوها قالوا واستبشروا انه قامت دولة اسلامية، واذا بهم بيكتشفوا انهم بيربوا ابنائهم على الحقد عليك دون الشعوب كلها. ليش؟ ليش؟ يبدو انهم الفرس من اول يوم لما سقطت امبراطورية الفرس الاولى، انتوا بالكم المفكرين والمخلصين لدولة الفرس وشعوبية الفرس، هذول سكتوا؟ هذول من اول يوم دخلوا يضربوا في الاسلام ويحاولوا تحريفه، وهذول نسيوا، هذول نسيوا واعتبروها عقيدة وخلص انتهى الموضوع، نسيوا العداء الاخير. لا، ولكن اشمعنا العداء لعمر، العداء لابو بكر، العداء للصحابة؟ لانه من اللي اسقط الامبراطورية الفارسية غير ابو بكر وعمر؟ مين؟ اشمعنا هذول اثنين يعني؟ اشمعنا هذول اثنين يعني؟ والصحابي بشكل عام. وبالتالي بس ايش قصدي نسيو؟ بلاش حدا يفهمني غلط. وبدت الفكرة عداء وفكرة تدميرية للاسلام من قبل فلاسفة الفرس، ولكن مع الايام الاجيال بتنسى فبتاخذها عقيدة. وبالتالي الان معادين للامة بشكل عجيب.